إصابة في الرقبة ممكن تاخد إيديا ورجليا والنص التحتاني كله كمان. الناس اللي بدأ يجي لهم في اللحظة دي في لحظة الحادثة دي شلل لا قدر الله ممكن يرجعوا تاني يمشوا بشرط إن ما يكونش حصل تلف دائم للحبل الشوكي. النهاردة تعمل 4 غضاريف في ساعة ونص، يتبنك في نص ساعة والعملية ساعة ونص وبيخرج بعد ساعتين. الأستاذ الدكتور محمد صديق هويدي، أستاذ جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري وجراحات الانزلاق الغضروفي، كلية الطب جامعة القاهرة، عضو الجمعية المصرية والعربية لجراحات العمود الفقري. أهلا بكم. بلا شك الفترة الحالية في الحياة فيها مخاطر كتيرة جدا وفيها كمان، يعني أنا لو اديت عنوان للحقبة الحالية من الزمن هقول إنها حقبة المغامرات، حقبة التهور، حقبة عدم تقدير خطورة الأشياء. والحقيقة الإنسان مجبول على كده، يعني الإنسان طول عمره ساعات بيعمل غلطات غريبة تعمل مشاكل رهيبة في عموده الفقري وفي جسمه. من زمان جدا الناس اللي بتشيل على دماغها ست الارياف في البيت او ست اللي في الارياف اللي بتشتغل بتبيع مثلا طيور او شيء من هذا القبيل وتشيل قفص مليان طيور في اول مشهد في فيلم الزوجه الثانيه، مش فاكرينها الست اللي كانت ماشيه بعيالها شايله العيل وحاطه طيور كتيره جدا في قفص فوق دماغها والعمده وقفها وعبد المنعم ابراهيم الله يرحمه راح قايل لها جمله هاتي 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 يا اختي عندك هاتي وعشان العمده يعمى عن عيالك. المشهد مشهور قوي. المشاهد دي في الحياه لغايه دلوقتي موجوده، لكن دلوقتي زاد عليها حاجات كتير قوي. زاد الناس اللي بتلعب باتيناج، الباتيناج ده قديم، دلوقتي في حاجه اسمها سكوتر وبيلعبوا في الشوارع ولاد وشباب وبنات. زاد الناس اللي بيعملوا حركات حتى في الاعلانات وحتى في الميديا، تشوف واحد بيتشقلب وبيعمل ضل صرال صوت بتاعت زمان دي بتاعت الكروبات حتى في لعبة الكورة، يعني عنف حتى في الكورة. كل ده أدى إلى مشاكل في العمود الفقري أعتقد بقت كتيرة جدا. أنت وأنت بتنط تلعب في البيت عمال تلعب جيم وبتاع فبتلعب حبل مش عارف إيه خطورة إنك تلعب من غير تدريب أو من غير تمرين. الحاجات دي هنفهم النهاردة نظرة عميقة في العمود الفقري ومشاكله، نظرة عميقة في طرق التعامل معه وإيجاد الحلول المباشرة والسريعة، وإنه ما فيش حاجة اسمها حالات. يعني الطب الآن بيتقدم عشان يقلل ويقلص تماما من فكرة الحالات الميؤوس منها. التقدم الطبي وصل إلى مرحلة مذهلة والجراحي أيضا إلى مرحلة متقدمة للغاية. يسعدني طبعا أن يكون ضيفي قيمة علمية كبيرة واسم كبير وما شاء الله أداء على المستوى الجراحي والإكلينيكي على مستوى عالمي وعلى المستوى الأكاديمي. طبعا نستفيد كلنا من أفكاره وأبحاثه وأداءه الرائع جدا وأسلوبه الشيق الممتع وحضور الإعلامي المتميز للأستاذ الأساتذة. طبعا هو ضيف العزيز الأستاذ دكتور محمد صديق هويدي. اهلا بيك يا استاذنا. يا ربنا يخليك. منورنا دكتور بيك. ربنا يخلي حضرتك. اولا منورنا، ثانيا مبروك. طبعا مبروك على سباين كير. سباين كير واحد من المراكز الرائعه اللي يعني اعتقد انه استمراريه لجهدك الطويل في طوال اكثر من 30 سنه عمل ولا 25 عايز اكبرك 25 سنه تقريبا تقريبا. سباين كير مركز متخصص في العنايه بالعمود الفقري. ربنا يخليك ويبارك فيك يا رب. يعني نتمنى ان احنا نكون جزء منه او يعني بشكل او باخر نكون قريبين منه، واحنا قريبين منك فهو يعني مركز طبعا يختلف عن عمل الفردي. هو الحقيقه يعني ربنا يخليك ويبارك فيكم ميرسي جدا على الثنائيه الجميله. هو مفتوح بحسكم يعني وبحس الناس حبايبنا. واحنا عملنا ده من اجل اصدقائنا المرضى اللي بيجوا لنا وبيشوفونا، لان في حاجات نفسنا نبقى نوفرها يعني على المستوى الانساني في التعامل مع المريض. عايزين له مكان يبقى كويس، مكان مريح، فيه امكانيات عاليه، فيه اجهزه حديثه تقدر توفر الخدمه اللي تؤدي في الاخر الى النتيجه، لان هو الهدف بتاعنا دايما هو النتيجه وان المريض بتاعنا يتعافى وفي اقرب وقت في اقرب فرصه يعني. فنتمنى ان احنا نقدر نقدم له الخدمه ديت ونامل في الله خير في الايام الجايه دي ان شاء الله. هنتكلم على التكنولوجيا الموجوده الحديثه و الى اخره. خليني ابدا الحوار بسؤال عام. نعم. الحياه الان
قبل ما ندخل في الابيض والاسود والرمادي مخيفه، الحوادث جدا عبيات. جدا على على كل المستويات الحقيقه. يعني جدا الحقيقه الريتم بتاعها بقى سريع جدا. نمره اتنين الناس كلها بتجري، يعني الناس بتجري وبقت عينيها مش شايفه قدامها كويس، فبالتالي يعني حتى ده على مستوى ان واحد رايح شغله بيبقى ماشي مش مجمع مش مركز ممكن يقع، اللي بيبقى ماشي وماسك موبايل بيتكعبل وبيقع، اللي راكب عربيه وبيسوق وبيجري عشان الحق او يقف اشاره طويله بعد كده الطريق يفتح وبيجري. احنا بنقابل الايام دي مشاكل كتيره جدا، يعني هي دي السيزونز، يعني تعرف حضرتك في مواسم كده بيبقى فيها امراض منتشره، يعني زي مثلا مع دخله الشتاء البرد والانفلونزا وامراض الصدر والصدريه والحساسيه. يعني احنا دلوقتي بقى عندنا موسم متواصل لمشاكل العمود الفقري وجهاز العصبي. دلوقتي اكتر النطه في حمام السباحه الغلط، التهور في الحمامات ده كتير جدا، يعني انت عارف حضرتك بقى في لعبه جديده طالعه اللي هي عامله زي السكوتر الجديد الكهرباء ده. انا كنت هشتريها مره. يعني دي كارثه. كانت قدامي وكنت متحمس ان انا اشتريها وخفت. يعني الحقيقه انا لسه الاسبوع اللي فات عامل لبنوته عندها بتاع حوالي 18 سنه، يعني وقعت في الغردقه من بتاع السكوتر ده بتجري بيه، اتحدفت على ظهرها جالها كسر. اذا سنبدا الان ندخل الى المناطق الاختياريه، ندخل الى الابيض والاسود والرمادي. ابيض اسود ام رمادي؟ السؤال الاول، اعراض الانزلاق الغضروفي العنقي بتلخبط المريض، وبعض زي ما بنقول اصحاب الخبره المحدوده اللي لسه صغيرين من الاطباء نتيجه اختلاطها مع اعراض او لخبطتها او تشابهها مع اعراض اخرى في العمود الفقري، ابيض ام اسود او رمادي؟ لا هو ده حقيقي ده ابيض. ابيض بيحصل. لان ساعات كتيره جدا يعني ممكن يجي لنا مريض وعنده ضعف في ايده في رجله، فتبقى انت محتار القصه جايه من الرقبه ولا جايه من المخ، اصل ساعات ممكن يبقى عنده جلطه في المخ تعمل كده، ساعات يبقى عنده ورم في المخ يعمل كده، ساعات ممكن يبقى مشكله في الحبل الشوكي زي التهاب الاعصاب المتناثر يعمل كده، ساعات زي التكيسات الميه زي سترينج ميل الحاجات اللي هي الكافيتيشن بتاعت العمود الفقري بتعمل كده. فالواحد ساعات بيختلط عليه الموضوع، يعني حتى مش على مستوى الصغار بس، ده ممكن على مستوى الكبار. وبالتالي الابحاث والفحوصات اساسيه، يعني دايما كتير جدا انا ممكن يجي لي مريض ومعاه اشعه مقطعيه على الرقبه او اشعه عاديه وتهيئ له ان هو عامل كل حاجه. الحقيقه هنا بتبقى خطا، والتشخيص ساعات ياخدنا الى سكه ثانيه مختلفه تماما. الرقبه هي اكثر المناطق حدوثا او تعرضا للحوادث، ابيض اسود ام رمادي؟ ابيض طبعا. ابيض ابيض اكثر حد اكثر منطقه. ليه؟ الرقبه يعني هي فيها شويه حاجات مختلفة عنها. نمرة واحد هي أعلى حتة في جسمنا. يعني احنا لو جبنا يعني عصاية أو شجر فرع شجرة كده وفي فاكهة وتهزه أكتر حاجة تقع لفوق. فبالتالي ده محور الدوران بتاعها أعلى بكتير جدا من الإيه؟ من السنتر بتاع جسمنا. الحاجة التانية الرقبة حجمها صغير. يعني الوسط بتاعنا دايما كبير. الرقبة حجمها صغير. والراس بطبيعتها لما بتتني بتاخد بتعمل زاوية كبيرة جدا. فالأربطة الضعيفة اللي هي حوالين الرقبة والفقرات ممكن تتقطع. الفقرات نفسها تكوينها ضعيف، الغضاريف بطبيعتها تكوينها ضعيف، عشان كده الرقبة هي الأكثر خطورة والأكثر تأثيرا في حالات الإصابات. يعني احنا ممكن لما بنشوف مريض في حادثة زي ما بنشوف كده في الفيديو، بيبقى مريض في حادثة ممكن الإصابة بنسبة يعني لو هنقسم 10 أجزاء كده الرقبة تاخد 6 منهم. دي 60% من الإصابات تحدث في العنق. 30% من الإصابات تحدث في المنطقة القطنية ما بين الصدر والقطنية الفقرة الأولى والثانية. 10% ممكن يبقى في على مستوى الحوض أو مستوى الصدري. يعني بالتالي هي الأكثر حدوثا والأكثر تأثيرا. الرقبة تتأثر بشكل كبير جدا في الحوادث، وكتير منا مش عارف الكلام للأسف. طب سؤال مهم قوي بقى، يعتقد البعض أنه لا يمكن إجراء أكثر من عملية إصلاح أكثر من غضروف في المنطقة العنقية، أبيض أم أسود أم رمادي؟ لا ده أسود تماما يعني. طب لا ما عادش الكلام ده، كان لفترة معينة كان حتى الناس ما كانتش بتعرف تعمل الغضروف للعنق الأمامي. كان دايما بيبقى في صعوبه فيه في اجراءه، وهي الحقيقه كانت كده يعني. لما حصل تقدم في جراحات المناظير بالذات، وبعد كده الاجهزه المعاونه زي استخدام الليزر او الميكروسكوب الجراحي، فبقت السكه للدخول بقت اسهل.
فبالتالي انت عارف لما بنيجي داخلين من الامام انا قدامي حاجات كتيره جدا وخطيره جدا. يعني مجرد ما بندخل من الجلد بنقابل هنا الشريان اللي طالع من الشريان الاورطه الكاروتيد ارتري، وبعد كده الوريد اللي نازل من المخ وده اخطر من الشريان. يعني احنا ممكن الشريان يتصاب نعرف نصلحه، الوريد لو اتصاب ما نعرفش نصلحه، تصليحه صعب جدا. الحاجه اللي بعد كده عندك حضرتك القصبه الهوائيه وعندك المريء وعندك الجهاز السمبساوي بتاع جسمنا كله في المنطقه العنقيه. فالاصابه كانت فيه ورده وكانت الناس تخاف تدخل من هنا لان السكه كلها عامله زي اللي فيها الغام يعني. فكان بالتالي بتبقى الجراحات التقليديه او الجراحات القديمه كانت الفتح من الخلف. النهارده بنقول 90% لابد من التدخلات الجراحيه الاماميه، 10% بس لسه موجودين للخلف في حالات معينه مش كتيره. وبقينا بنقدر نعمل نغير غضروف 2 3 4 5 غضاريف الرقبه. ممكن نستبدلهم وفي زمن قياسي. يعني احنا كان زمان لما بنيجي نعمل غضروف زي العمليه دي كده او نركب غضروف وشريحه او سلندر كده او تركيبه من تركيبات بدل الغضروف دي بدل الغضروفيه كلها. لما كنا بندخل نعمل عمليه زي دي كان في وقت من الاوقات بتستغرق 8 ساعات. النهارده بنقدر نعمل 4 غضاريف و5 غضاريف في ساعتين زمن من A to Z، يعني من اول ما المريض بتاعنا بينام لحد ما يستيقظ ويصحى بياخد ساعتين زمن. يعني الغضروف الواحد لا يتعدى من 15 الى 20 دقيقه عشان يتعمل غضروف. ما شاء الله. فطبعا التكنولوجي هنا بقت عاليه جدا والخبرات بقى تراكم الخبرات، ومن كتر الشغل بنقدر يعني كل مدى تطور نفسك في الدقه في العمليه والتايم بتاع العمليه، لان طول ما المريض متعرض اكتر لمده تخدير اكتر فعندك مشاكل ممكن تبقى حصل. هنذهب الى المنطقه الثانيه في الحوار، الى المنطقه المهمه، الجاني والمتهم والبريء. جاني، متهم، ام بريء؟ سؤال مهم قوي، وبرضه السؤال ده وانا بساله بفكر تفكير عميق في طريقه الصياغه بتاعته. يعني الطبيب الذي يجري جراحه الانزلاق الغضروفي العنقي بالطريقه المفتوحه وليست بالمنظار، هل هو متهم ام جاني ام بريء؟ هنقولها يعني جاني متهم. هو متهم واضح ان انا حسيت برضه ان انا هحطه في اتهام وبعدين نصنطه. يعني نقول ايه؟ النهارده الاساس في جراحات الانزلاقات الغضروفيه العنقيه او جراحات استبدال اجسام الفقرات لازم كلها بتتبع جراحه يا اما المناظير والجراحه الميكروسكوبيه واستخدامات زي الليزر معانا في العمليه. يعني مجال الجراحه المفتوحه ما عادش. يمكن انا قلت في البدايه واحنا بنتكلم بنقول ان بقى 60% من المشاكل بتاعتنا تتحل بجراحات دقيقه جدا وحديثه جدا وتدينا نتائج في وقت قصير. 90% من الجراحات عموما بقى ككل تتعمل جراحات من الامام وجراحات ميكروسكوبيه ومناظير وليزر. طيب 10% فقط هي اللي تبقى للجراحات المفتوحه. واشهر انواع الجراحات المفتوحه اللي هي من الخلف، يعني بيفتح بقى ويشيل عظم ويوسع القناه العصبيه. ساعات كنا نحتاج نركب مسامير وحاجات من الخلف مع دعامات انها او قضبان تمسك الفقرات العنقيه عشان ما يحصلش التواء وانحناء. يعني هنا بيبين دي اللي من الخلف. من الخلف يعني كنا بنفتح من المنطقه بتاعت الخلفيه نبدا نشوف بقى المراحل بتاعتنا، نفتح العضلات والعضلات الخلفيه دي هي اللي ماسكه الرقبه. فبالتالي في فرصه انها تضعف بعد كده العضلات نتيجه للتليفات او حدوث التهابات. نوسع لحد ما يظهر العظم بتاعك، نبدا بعد كده نحدد انا عايز اعمل في كام فقره، ممكن فقره في 2 في 3، فابدا الخطه بتاعتي اقص العظم من الجوانب كده بعيد عن المفصل الجانبي، بحيث احنا بنستخدم حاجه عامله بنسميها دريل. دريل ده عامل زي الايه؟ زي الشنور كده اللي هو يقدر يقص بسرعه علشان ما اضغطش ولا ادخل بآله احمل على العصب الحولي شكل انه مخنوق. ده نوع من الجراحات، والحقيقه الجراحه دي بنعملها للناس اللي هم كبار في السن وعندهم اكتر من 5 غضاريف في رقبتهم مع ضيق في القناه العصبيه وبدايه ضرور في الحبل الشوكي. طالما في بدايه ضمور في الحبل الشوكي انا بعمل له ديا ومش محتاج ادخل في عمليه كبيره من الامام او عمليه مكلفه من الامام، انا بوسع للمنطقه العنقيه بحيث ان الحبل الشوكي يبعد عن الضغط الامامي ويدي له براحه انه يرجع. طبعا مش بيرجع بنسبه 100%، على الاقل يرجع بنسبه من 10 الى 50% ودي بيفرق كتير جدا. شفنا هنا احنا شلنا عظم، فبالتالي الحبل الشوكي بقى فين؟ بقى تحت الجلد. مش كده؟ احنا بنغطيه بالعضلات فقط لا غير والجلد فوقيه. فبالتالي لو واحد اتخبط بقى لا قدر الله في رقبته بعد كده
ده ممكن تبقى خبطه قاتله او تعمل شل ودي ما فيهاش هزار يعني ما فيش واحد ينفع واحد عمل عمليه كده واحد يهزر معاهم جاي لطش وكده ده ما ينفع قفا القاتل هنا بقى جراحه من الامام يعني القفا القاتل هنا جراحه من الامام الجراحه من الامام بنعملها هي 90% من الجراحات بتاعتنا النهارده بتتعمل الجراحه بالميكروسكوب الجراحه بالمناظير ومهم جدا في الجراحه دي ان احنا بناخد بالنا من حاجه انا مش مشكلتي غضروف فقط انا مشكلتي غضروف وزواد عظميه او تاكل في الجسم بتاع العظم انا بدخل بشيل الزوايد العظميه ودي اهم جزء في العمليه سواء بدريلا او بكيراتس او حاجه زي كده ونركب بقى البديل اي بديل هنركبه وممكن نركب معاه حاجه اسمها شرايح الشرايح دي في حالات معينه بنركبها لو عندي الكيرف بتاع الرقبه انحنى لقدام زياده قوي فانا عايز ارجعه اسنده مش هفضل ملبس المريض رقبه انا بعمله دي وانا في العمليه عشان بعد كده ما البسوش رقبه بعضها بيبقى حجمه صغير وبعضها متحرك وبعضها بيسمح بحركه الرقبه كويس لكن في بعض منها بيبقى ثابت ما عندناش بنحب نستخدمه يعني الثابت ده لا بقت فيه شرايح تانية وانواع شرايح ذكيه وانواع شرايح منضغطه يعني بتحل مشكله كتير السؤال برضو يعني سياسي شويه الطبيب الذي يجري جراحه الانسلاق الغضروفي بالطريقه الاماميه فقط نحط خطين تحت فقط الطريقه الاماميه وارده لكن فقط دي ويقول انها الافضل ويروج انها الافضل برضو هي دي اللي هتغير طبيعه السؤال هل هذا متهم ام جاني ام بريء واضح ان ده متهم طب ده ولا جاني لا 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 هو يعني ايه رايك الاستئناف يطلعه جاني هقول لحضرتك يعني هو بس لما قال انها الافضل انا حسيت لا 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 لا, لا. اصل ما فيش حاجه واحده ما فيش حاجه ثابته ما اصل لو كان هناك نوع واحد بس من الجراحه ما كانش حد اختلف ولا حد زعل من حد تاني دايما بنقول هناك الداعي الجراحي بتاعي هو حاله المريض نفسه يعني انا لسه كنا بنحكي في المريض كبير السن اللي عنده ضيق في القناه العصبيه وتليفات في اكتر من غضروف وتاكل في خمس ست غضاريف في رقبته وعنده بدايه ضمور في الحبل الشوكي ده ما عرضوش لعمليه من الامام ده العشرة في البيه اللي انا لازم اعمله من الخلف اذا هناك في حالات لازم طيب في حالات تانية ما بنحبش اصلا نعمل لها عمليه يعني لو جالي مريض مصاب وعنده كل قضيته من الفرط العنقي الالم مثلا بيسمع في دراعه وما نقدرش نعمل له عمليه كبيره طب ده ممكن يتعمل له حقن او تردد حراري بشكل معين اعالج له الالم طب بقى مريض تاني بقى زي اللي احنا بنشوفه ده لما بيجي لي في حادثه ورقبته اتكسرت وحصل تهتك في العظم نفسه بدا يضغط على الحبل الشوكي طب انا بدخل هنا بعمليه عمليه كبيره وممكن تبقى عمليه فتح مش جراحه ميكروسكوبيه ومن الامام وممكن تبقى من الامام ومن الخلف يعني ممكن ادخل اللي بيحددني يعني ممكن في عمليه واحده بفتح من قدامه من ورا طب ازاي وليه يعني هل انا مخالف للشريعه كده لا مش مخالف انا بمشي على حسب متطلبات الحاله اللي عملت العمليه من قدام زي كده وجسم الفقره انا استبدلناه وغيرناه وعندنا تركيبات جديده جميله جدا ومتاحه واقدر اعمل ده بس لقيت في الاخر ان المريض فيه ضغط على العصب من الخلف طب ما انا بعد ما بخلص دي اقوم جايب المريض كده قلبه وابدا اشتغل على الخلف واوسعه يعني يبقى اذا انا عملت الاثنين في بعض انا مش مخطئ ولكن هي الحاله تستوجب ده فبالتالي ما نقدرش نقول ان من الامام هو برغم كثرته ان ما فيش غيره لا الخلف موجوده ولها حالتها اذا الاجابه او الجمله التي تصدق على هذه الاجابه انه لكل مقام مقال طبعا بالظبط لكل مقام في الجراحه مقال حقيقي هذهب الى سؤال احط اثنين في قفص الكتاب او احط اثنين قدام حضرتك اثنين الطبيب الاول يجعل الحل الجراحي هو اول حل يتم اللجوء اليه ده الاول الثاني يجعل الحل الجراحي هو اخر حل يتم اللجوء اليه هما الاثنين ده بيخليه اول حل وده بيخليه اخر حل ده متهم الاثنين متهمين ولا جانين الاثنين متهمين طبعا والله الاثنين متهمين وتثبت عليه التهمه يعني الحقيقه اصل زي ما احنا اتفقنا يعني احنا لما نيجي نتكلم نقول 80 الى 90% من مشاكل العمود الفقري سواء الرقبه او الظهر ما بتتحل بالعلاج
العلاج. يعني مش محتاج تدخل جراحي، يبقى ده انا مش محتاج اعمل عمليه لا من قدام ولا من خلف. واخد بالك؟ يبقى كده اللي بيحط الجراحه اول حاجه ده خلاص. ما ينفعش اقول الجراحه اول حاجه، الجراحه هو الحل الاخير عندما لا يتواجد حلول اخرى. خلاص بقى انا مش عارف اعالجه، مش الرقبه فشلت في علاجه، العلاج الطبيعي فشل في علاجه. الغضاريف حجمها كبير، بدا يشتكي من مضاعفات. المضاعفات هنا عندنا كتير قوي. يعني المريض الرقبه ده بيشتكي دايما من الام في رقبته، الام في كتفه، الام في دراعه، حرقان ونار. شوف بقى الغضروف اللي موجود هنا عامل ازاي، عامل زي القبة، عامل زي طلقه الرصاص داخله جوه الحبل الشكلي. هنا لما انا اشوفه ولا اول مره، ها عمر ما هجيب له سيره تعالى اعمل لك علاج. لا، انت محتاج عمليه. يبقى مش معنى كده ان انا خالفت القاعده، لا، القاعده بتقول ان انا هنا غضروف تاني كبير جدا والحبل الشوكي بدا ينضغط. يعني دي اشعاعات رنين مغناطيسي حقيقيه. والمريض نفسه الشكوى بتاعته لما بيجي لي بقى يبدا يشتكي من اعراض زي ضمور وبدايه ضمور في الحبل الشوكي. لما بيبقى مريض كده ساب نفسه، كان عنده غضروف بقى اتنين بقى وثلاث غضاريف وضاغطين على الحبل الشوكي، يعني اصل اللي بعد كده جاي ايه؟ ضمور في الحبل الشوكي. والضمور ما بتعالجش عشان نبقى احنا عارفين، يعني بيستجيب ويتحسن بنسبه 10% إلى 50%، ما يزيدش عنهم. يعني احسن نتيجه الواحد عنده ضمور. شوف بقى حضرتك الاشعه دي يا دكتور ايمن، قول لي ايه رايك فيها بقى. لا ده دي يعني فين الحبل الشوكي؟ فين الرقبه؟ يعني اصلا فين الرقبه؟ فقرات اتكلت ودخلت في بعضها وتعوجت وبتاع. هو دي من غير حادثه؟ ده حادثه. من غير حادثه؟ من غير حادثه. ما هو ده كان التطور بقى الطبيعي لانهيار العنق بقى. يبدا بشويه خشونه، بعد كده غضروف واحد، جابوا 3 4 5 غضاريف، تاكل العظم، انهارت الرقبه، اتنت لقدام الرقبه، وكان كل ما حد يقول له تعالى ما نعمل لك عمليه ما يعملش. دي حادثه؟ دي كارثه. يعني مش حادثه، هي كارثه. يعني كارثه اللي حصل دي، بنوته عملوا لها شد للرقبه. وتعالى العلاج بقى، انت عارف الطبيعي والشعبي، تعالى نشد الرقبه، حد بيشد الرقبه من فوق وحد بيشد الكتفين من تحت، كان عندها شويه تعب في الرقبه، اتفصلت الرقبه، اتكسرت بهذا الشكل. الكفار كانوا بيعذبوها. تعذيب كفار؟ الكفار بيعذبوا؟ تعذيب كفار. جاهليه يعني. والله كفار بيعذبوا. يعني ده الجو بتاع ابو لهب بس ابو لهب موجود يعني. يعني في فيلم الحرب العالمية الثالثة، والله كان فيلم جميل قوي. فطلعت يعني صورة، شفت الفيلم ده؟ فيلم جميل لطيف، دمه خفيف. فمطلعين يعني ممثل بيمثل دور ابو لهب تمثال يعني. فيقول لك احنا نحن نشد اوصاله ونقطع اجزاءه. هي دي عملوا في البت كده. ده حقيقي. ده حقيقي. يعني كمية جال. وبعدين انا يعني اكتر حاجة ونفسي الرسالة دي توصل للناس، يا جماعة ما عادش في حاجة اسمها كده. انا لازم اروح لدكتور، حتى لو انت مش بيعجبك كلام الدكتور استعين برايه، وبلاش دكتور واحد، روح له اكتر من دكتور. والدنيا فيها ناس كويسه كتيره جدا وناس امنه كتيره جدا هيقدر يطمنك. ومش كل واحد عنده مشكله في الرقبه محتاج عمليه. ما هو ده الكلام اللي احنا بنقوله، احنا مخضوين من ايه؟ ولما تروح لطبيب ويقول لك عمليه، فكر كويس جدا ايه اللي بعد كده. يعني فكر ان انا لو ما عملتش، ما انا ممكن ادخل في شلل ايديا ورجليا وشلل رباعي وخزل وتسيب في البول، البول يسيب منه ويسبقني. يعني منظر ساعات بيبقى صعب جدا دكتور ايمن. يعني احنا بنشوف ناس على كرسي بعجل ويجي لك له طلب واحد واوحد، نفسي ادخل الحمام. يعني ايه الوصفه السحريه اللي تدخله؟ طب ما كان عندنا وصفات مش سحريه، يعني كان عندنا وصفات علاجيه في البدايه، مرحله علاج، مرحله رقبه، مرحله علاج طبيعي عديناها. طب تعالى ممكن اعمل لك عمليه، ممكن اشيل غضروف واركب غضروف تاني، غضروفين يا سيدي مش مشكلة، تلاتة هعمل لك، أربعة ما عنديش مشكلة. يعني أقدر أحل لك المشكلة في مرحلة من المراحل. لكن وانس وصلنا إلى ضمور العصب مش هقدر، حتى لو عملت العملية مش هتدي النتائج. هنا برضو في قفص اتهام الراجل، الحد اللي بيأخر العملية، يعني واحد بيحتاج عملية ومشيه هو في أساليب علاجية أنا في رأيي إنها بتضيع الوقت. كتير. كتير، برضو كتير. متهم ده. يبقى اللي خلى الحل الجراحي اول حل متهم، واللي اخر حل جراحي مطلوب. طبعا لاخر احتمال برضه ده يبقى مجرم. مجرم كمان. مجرم. ست ساعات تضيع فرصه على مريض بتبقى فرصه ذهبيه. وبعدين للاسف احنا موجين للاشاعات، يقول لك اصل اللي ما بيدخل يعمل العمليه دي بيطلع على كرسي. يا جماعه العمليه، الكلمه دي انا سمعتها لما كنت في كليه الطب سنه 94. الجمله دي اتقالت 94. ده دي من التراث. من التراث. احنا عندنا ناس دايما تحس ان هم كميه التشاؤم والطاقه السلبيه عندهم عاليه جدا. انا بقول انت مش عايز تعمل عمليه، ما تعملش عمليه براحتك، بس دور على حل اخر. لو ما لقيتش حل اخر، ليه نقفل دماغنا ونقفل عينينا وما نشوفش ان في حل اسمه التدخل الجراحي؟ يعني بيجي لي ناس جربوا كميه علاجات وتلاقي روشتات قد كده، بقلق قوي من الكيس الكبير اللي معبي اشعاعات. ده بيبقى لف الدنيا كلها وما اقتنعش بهذا الكلام، والوقت بقى عدى علينا.
فالحاله ممكن تسوء. يبقى كيس قديم كده، كيس قديم كله تراب. طلع بقى التراث، المستند الاول والمستند الثاني، وبيروح حط بقى وانت يعني اللي هو بيبقى كل التراب اللي في الكيس جه في ايدك وتقوم تغسل ايديك. ساعات بقى انت يعني الحلول بتبقى بحجم الكيس ده برضه. يعني هتبقى الحلول كبيره جدا ساعات وصعبه، بس دايما هناك حل. يعني دايما بفضل الله هناك حل ان شاء الله. حذهب الى المنطقه الهامه جدا، الوهم والشك واليقين. وهم شك ام يقين؟ الحقيقه في سؤال مهم قوي ده، يعني منتشر انتشار النار في الحشيش. ارتداء الرقبه الصناعيه يؤثر بالسلب بشكل كبير جدا على الرقبه ويضر بها ضرر شديد. هذا معتقد ناس كتير، وهم ولا شك ولا يقين؟ لا ده وهم، ده ناس كتير مصدقه ان لا 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 انا عارف مصدقه ده، دي حاجه لا. وخاصه يعني كلمه برضه بوجهها لاخواننا وزمايلنا واصدقائنا دكاتره العلاج الطبيعي. يعني هو اكتر واحد بيسمم افكار دماغ المريض هو دكتور العلاج الطبيعي. يقول له بص، هو لو راح له برقبه صدقني، شوف الموقف ده انا بستغرب منه، لو راح له برقبه يقول له ما تلبسهاش، طب لو راح له من غير رقبه يقول له لازم تلبس الرقبه. هو في ايه الموضوع؟ يعني الرقبه في العلم كله احنا عارفينها بنسميها نيك سبورت، يعني حاجه تسند الرقبه. انا بعمل زي اللي دراعه مكسور او دراعه مجزوع، مش بنعمله كبيره ومؤقته. وبعدين الناس فاهمه ان الرقبه ده يفضل بقى العمر كله، يقول لك هي ملهاش اضرار. يا سيدي ملهاش اضرار، اصل بيقول لك اصلها بتضعف العضلات بتاعت الرقبه. هي بتضعفها في حاله لو انت نايم بيها بالليل وفتره نوم، يعني لو نمت بيها 6 ساعات ما عنديش مشكله، فتره نوم اكتر من 8 ل 12 ساعه لا مش عايزك تنام بيها كده. لكن الرقبه لا، جزء مهم جدا في العلاج. والرقبه الصلبه اعتقد ده معتقد ثابت في دماغ الناس كتير قوي، انه من يعمل عمليه سيظل حبيس الفراش بلا اي حركه لفتره طويله قد تمتد لشهور عديده. وهم ولا شك؟ وهم طبعا. ده وهم طبعا. وهم، لان الدنيا اتغيرت جدا. واحنا دايما في الموضوع ده بنختصر في كلمتين، يعني الجراحات الحديثه قلبت الترابيزه. يعني احنا بنعمل عمليه النهارده سواء في الرقبه غضروف 2 3 4 او في الظهر غضروف 2 3 4، ممكن المريض بعد 6 ساعات بيبقى ماشي على رجله، بعد يوم بيخرج من المستشفى، بعد اسبوع بيمارس حياته بشكل طبيعي جدا. والكلام ده مش بنقوله مبالغات ولا بنقوله افتخار ان احنا بنعمل ده وغيرنا ما بيعملوش، لا هو ده الطبيعي في الجراحات الحديثه. لابد ان احنا نتعامل بالشكل ده. الجراحات العاديه والتقليديه والفتح القديم وما بنعملش دعامات او تثبيتات او بتاع، هي دي اللي كان بيفضل نايم 6 شهور ويعمل جلسات علاج طبيعي. ده نوع حديث جدا من انواع الجراحات اللي احنا بنتكلم عليه. ده نوع من البدائل الغضروفيه، انا شلت غضروف بركب بدائل غضروف. ده ميزته ان هو غضروف متحرك، يعني نسبه الحركه في الرقبه الحقيقه ما بتتاثرش تمام. طب الغضروف الاكريليك او البديل الاكريليك نسبه الحركه ما بتتاثرش بشكل ملحوظ، تاثر بنسبه لا تتعدى 5%. ده بيحافظ، بس ده في مشاكل كتيره جدا. يعني دايما انت عارف اي حاجه مكونه من اجزاء وارد الاعطال فيها. ساعات كتيره جدا ده لو المريض اتخبط او في حادثه او بتاع يبدا الغضروف ده يفك من بعضه ينفصل، وفي جزء منه في النص كده بيبقى عامل زي البليه كده. لو الجزء ده تاكل او دخل لجوه خبط في الحبل الشوكي ممكن لا قدر يعمل شلل. فبالتالي ده له حالات معينه ومرضى معينين. ما تجيش تقول لي واحد ست بيت وبتشتغل وبتشيل وبترفع، وممكن برغم التنبيه ان انا بقول لك ما تشيلش على راسك، بتشيل على راسك بعد العمليه، ابقى عامل حساب ده في ده. لا شكرا ما ينفعش. لكن ده ينفع في ايه؟ في حد فاهم كويس جدا طبيعته يقدر يتعامل معاه. اعماله بتبقى اعمال اكتر، بتبقى مكتبيه ما فيهاش اجهاد. لا ده رائع جدا، معاش قاعد في البيت على قد حاجات بسيطه. حديث جدا ولسه التكنولوجي بتطلع. يعني الحقيقه العلم بيطلع كتير. نورتنا واسعدتنا بهذا الحوار الممتع جدا كعادتك، يعني مش هنقول حاجه، لكن النهارده الامتاع يمكن زي ما بنقول سكر زياده او بزياده يعني شويه. وطبعا اعيد تاني التهنئه ليس فقط ليك ولكن في رايي لكل الجيل القادم من جراحين مخ واعصاب. جيل الشباب هيستفيدوا جدا من سباين كير. يعني ده نقطه انطلاق وتوسع رائع جدا
للمراكز المتخصصه في جراحات المخ والاعصاب في منطقه الشرق الاوسط. فمبروك ونسعى دائما لتتبع الاخبار القادمه والانجازات والتقدم في التكنولوجي القادم في هذا المكان المتميز للغايه. نورتنا دكتور محمد بيه. نورتنا. خلي بالكم بقى من نفسيكم، الصيف والتهورات وحركات النط في حمام السباحه والتهور مع بعض في حمام السباحه على اساس ان الميه دي حاجه هايفه، لا، الميه دي مش حاجه هايفه، ممكن جدا تنزل على دماغ صاحبك تكسرها له، ممكن جدا برضو الناس اللي بتلعب سكوتر ومش عارف ايه والحاجات دي خطيره جدا. ارجوكم الناس اللي بتاكل موز وبمنتهى الاستهتار ترمي اشله الموز بنوع من الفني ان حد هيجي يتزحلق ممكن يتسبب، الناس اللي بتهزر مع بعضها وترمي ميه، ترمي ميه كده هو تروح جاي رميه ميه تقع الميه في الارض وانت معدي تروح جاي متزحلق، انا اتزحلقت ووقعت على ركبتي وقعه يعني جامده جدا والله. ربنا يخليك بسبب حد رمى ميه في الارض، بسبب حد رمى ميه في الارض. فارجوك انت نبهوا لهذا الكلام، مش هقول لكم انا عملت ايه في اللي رمى ميه في الارض، خليته مسحها كلها. خليكم دايما بعد السلام. قيمه علميه وقامه مختلفه بكل الابعاد، عطاء غير موصوف، هو نموذج للطب كما ينبغي على مستوى العالم، ده أستاذ كل أطباء مصر. علمنا إن الإنسان يعطي على قدر طاقته وليس على قدر حاجته. من ضمن أسباب فخرنا العربي هو ضيف العزيز. 25% من الشعب المصري ضغطه عالي، ده رقم مفزع، قضية قومية. ممكن عين يخش لي مجرد ما شافني بيرتبك، في ناس ريحه المستشفى تعلي ضغطها. طب ما ده ضيعني، ضيعني كطبيب في التشخيص. الانسان اللي ماشي قدام اجهزه خيانه وراح داخل قايس الضغط والصيدلي قال له انت ضغطك عالي وابتدى ياخد العلاج، مش ده جهل. نصيحه في اذن كل زميل فاضل ان ما لا يغالي في الاتعاب. رجاء من الساده الصيادله مالهمش دعوه بالضغط خالص. خلص. اللي رايح للدكتور مش رايح فانتظر، مش رايح يشتري عربية ولا رايح يشتري بدلة، ده مضطر يجيلك. السكر له خطورة أيضا في الضغط؟ لا علاقة بين السكر والضغط. بعض الأسباب السنوية اللي بتعمل ضغط هي نفسها بتيجي كمضاعفات للضغط. صح. فأنا كدكتور بابا محتار، يعني هل ده سبب الضغط ولا ده مضاعف للضغط ولا ما تفرقش بالنسبة لي؟ كارثتين بقوا موجودين دلوقتي. انت قلت كلمة يعني تدل ان انت فاهم كويس جدا. في ناس قدمت لنا علم، لكن انت غير العلم قدمت لنا يا فندم كيف اكون طبيب. بص يا ايمن، يعني اذا الشباب ده فعلا امن بان العلم ده حاجة كبيرة جدا جدا، هتبقى مصر دي قوية جدا. الفاست فود في مواد معينه منها، مش في الفاست فود، في مضافات الفاست فود مواد غير حيه، عملوا لها تجربه حطوها على نوع من البكتيريا، لقوا ان البكتيريا لا تتغذى عليها ولا تتعفن. عدم تعفن هذه المواد بيديها طبعا مستوى، يعني بيديها تكلفه اقتصاديه منخفضه جدا لانها تستمر لفترات طويله وهيكسب المصانع وهيكسب المحلات اللي بتبيعها، لكن في النهايه هذه المواد لا يمكن للجسم انه يتعامل معها لان فيها ماده السيليكون والبلاستيك، وهذه الماده في منتهى الخطوره لانها زي ما انا قلت لكم تؤدي الى ما يسمى بالمالتي اورجان فيلير. فالاكلات ديت وان كانت تبدو براقه لكن تحمل في طياتها الكثير من المخاطر الشديده جدا سواء للاطفال او للكبار.